معايا عبر الهاتف الآن كمان الكابتن الكبير، الكابتن التاريخي للنادي الأهلي، الكابتن شادي محمد. يا كابتن شادي، مشرف ومنور. كيمو جميل حبيبي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك، ودايما اشوفك بخير يا رب. يخليك. هارد لك طبعا خسارة الأهلي اليوم، بس شفت المباراة ازاي النهارده؟ طبعا في الأول وفي الآخر هارد لك للنادي الأهلي، جماهيره وإدارته. شفتها مباراة بداية سيزون، يعني دايما تتمنى ان انت ضربة البداية تكون قوية وتكون ببطولة. انا على المستوى الشخصي بحترم كل الفرق اللي بنلعبها، لكن حتى لو النادي الاهلي خسر النهاردة ممكن افتقد لبعض الوقت الجماعية. بداية سيزون، لسه الفورم، اللياقة البدنية مش كاملة، لان لسه جاي من فترة اعداد. فتمني كنا نتمنى كلنا كاهلاوية نبتدي السيزون ببطولة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ودي نصيحتي لجماهيرنا، اللي احنا مش طول الوقت هنقدر نحقق كل اهدافنا او كل طموحنا. والمشكله الحقيقيه في النادي الاهلي، ودي مشكله حقيقيه، اللي النادي الاهلي علمنا ان الكوره فوز بس، ما علمناش اللي في تعادل وممكن تخسر. فطول الوقت جماهيره بتبقى من فوز لبطوله لبطوله على مدار تاريخه. في العكس، ممكن حد يطلع يهاجم، يتكلم، يقول كلام مثلا. لا، انا من الناس اللي ما اقدرش اوقع فرقتي ولا اوقع نادية. شايف ان المباراه خسرنا بضربه جزاء، خسرنا بطوله في بدايه سيزون، ستارت البطولات او ستارت السنه. بنتمنى دايما الافضل، لكن قدر الله ما شاء فعل. نعالج اخطائنا، نلم نفسنا، نشوف صفقاتنا. النادي الاهلي بيخسر بطوله وبيكسب 10، هي دي الحقيقه. ومش كلام للاعلام بالمناسبه، هو تاريخه بيقول ده. فلازم نحط الواقع بتاع المباراه، مش اللي هي مباراه. انت جاي من فتره اعداد، لعبت ماتشات وديه متترجه، فبالتالي انت لسه بتبتدي سيزون، فاللياقه البدنيه مش افضل حاجه، الجماعيه مش افضل حاجه، التجانس مش افضل حاجه، حتى لو اللعبة دي قاعده كتير مع بعض. ففي وقت الاعداد بتعمله ليه؟ عشان تسترجع لياقتك البدنيه من تاني وفورمه المباراه من تاني. طيب، هي بس الحظ السيء ان انت ما لعبتش مباراه رسميه قبلها كتير. طيب، انطباعاتك النهارده على تشكيل الفريق، التشكيل في البدايه، تشكيل مارسيل كولر والتغييرات ايضا، لو اتكلمنا على المستوى الفني او الاداء الفني للفريق جماعيا النهارده. بص، بصراحه يعني انا لما باجي اتكلم دايما مش بحب اقول ادور مثلا كريم، ودي نقطه في غايه الاهميه. كتير ممكن مننا اقعد اقيم اقول فلان الفلاني هو السبب، فلان الفلاني، ادور على واحد اشيله الليله. لا، الاهلي لما بيخسر، الاهلي بيخسر كاسم نادي وكاداره وكلعيبه. حتى لما بيحصل فوز الكل بيشارك والكل هو يستحق الفوز. لما بيحصل هزيمه، انا من الناس اللي احب، لا، كل الفرق، الفريق كله اللي لعب واللي ما لعبش واللي بره ال 18، حتى الناشئ اللي ما سافرش، لا. فهنا الاهلي هو اللي خسر، مش واحد هو سبب الهزيمه او كلام. لكن انت اتكلمت في نقطه مهمه، في فكره الجماعيه. لبعض الوقت الجماعيه ما كانتش الافضل النهارده. استغلال كالعاده، ما انت بتجيلك في مباريات هي فرصه تخلص. صح، استغلال الفرص، الفرص ده مهم جدا. صح. لا، انت عارف يا كابتن شادي، الاهم كمان ان انا دي ملحوظه قلتها في الاول، انه الاهلي السنه اللي فاتت حتى لو كان عنده تعثرات قليله سواء بتعادل او خساره الموسم اللي فات، بس كان بيصنع فرص كثيره. النهارده الاهلي ما صنعش فرص كثيره اصلا. يعني ما ليه؟ عشان انا عارف، انا بقول لك كويس قوي، لما اكون جاي من فتره اعداد الجسم واخد قوه تحميل بدني. فقوه التحميل البدني دي خلاص بتيجي بعدها مرحله ثانيه، ان انت عملت ماتشات وديه، ثم بتدخل بقى تلعب لك ماتشين ثلاثه في الدوري، تدخل منافسه. الحظ النادي الاهلي السيء ان انت بعد فتره الاعداد دخلت على المباراه على طول، وانت الجمعيه مش هتبقى بالشكل اللي انت هتتمناه. الانسجام ما بين اللعيبه وما بين بعضها في التحرك لسه فيه تقل، عشان انت جاي من فتره اعداد. ولكن قدر الله ما شاء فعل. نصيحتي طيب لجماهير النادي الاهلي، ومهم اقول كده كريم للجماهير، اتفضل كده، انتوا سند، انتوا السند طول الوقت، وانتوا الداعم.
فلازم في الوقت نكون مقدرين اللي انا قلته دوت، اللي هي الماتش مش في الظروف الطبيعي اللي انت واخد رتم المباريات، فطبيعي خلاص مش هيحصل الانسجام، مش هيحصل الجماعيه. هتلاقي تحركات النهارده، شفت ميس باص قد ايه؟ كتير قوي، كتير قوي النهارده بالظبط. اكتر حاجه ملحوظه النهارده يعني، حتى اللعيبه المميزه في الباص هي النهارده ما بتبصيش كويس بالظبط. يبقى اللي انا بقوله لك كبدنيا وكجماعيه وكفتره اعداد، هو ده بيبقى السبب الحقيقي. طيب كابتن شادي، انا عايز اسالك على حاجه مهمه جدا، تقييمك او بلاش تقييمك عشان يبقى المعنى حقيقي، انطباعاتك النهارده عن صفقات الاهلي الجديده رضا سليم وامام عاشور، انطباعاتك. وانا بقول انطباعاتك عشان مش تقييم، عشان ما ينفعش يقيمه من المباراه. ايوه ماشي. اولا امام عاشور، النادي الاهلي دايما بيحاول يدور على الافضل. لما نيجي نقول امام عاشور مشي من نادي الزمالك، الزمالك مش طرف، ولكن امام عاشور كان هو وزيزو وشيكابالا في وقت ما وفتوح الاربعه كانوا شايلين الفرقه على كتافهم. ولما نيجي نقول المميزين قوي، كان امام عاشور وزيزو الحقيقه في وقت ما. انا النهارده نادي بلعب بطولات كتير جدا، في لاعب خارج، اخذنا الموضوع في اطار بعيد جدا عن الاحترافيه وقيم ومبادئ. لا، النادي الاهلي عنده قيم وسيظل عنده قيم طول الوقت وعنده مبادئ طول الوقت. انا في اللاعب عايزه بيلعب في نادي منافس وفي مباراه ناشئين ولسه عقليته على قده، فانا بس دي مهمه بالنسبه لي. طيب دي جزئيه، دي جزئيه كابتن شادي، وقتلت بحثا. انا بقى النهارده بقى تقييم، لا مش قتلت بحثا لا هقول لك ليه كريم، صدقني النقطه دي انا مش مطلوب من لاعب بيلعب في اي نادي او لاعب في نادي منافس يدخل يغني من ثالثه شمال وهو بيلعب الاهلي يعني. ده نوت فيسر خالص يعني. فبالتالي لاعب عنده امكانيات، ايوه، ما نقدرش نعبر عن، لكن هو اضافه قويه للنادي الاهلي. طيب. اضافه قويه لمنتخب مصر والنادي الاهلي كمان، لانه لاعب واحد، لاعب عنده حاجات مختلفه، تسديد على المرمى من بعيد، اختراق، تكمله داخل البوكس مع القدمون من الخلف، عنده امكانيات. طيب ده امام عاشور، ماذا عن رضا سليم؟ بص طبعا هو لعيب كويس جدا، وخلي بالك لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي في ظل المجموعه اللي كانت موجوده قبل خروج حمدي فتحي، اقوى وسط ملعب في افريقيا، مكملين لبعض كلهم. اللعيب لما بيجي يدخل في الاول لازم حته اسمها انسجام. الافريقي كده واللعيب الجديد كده، في لعيب بيرجع النادي الاهلي مختلف، في ضغوط كبيره جدا على اللعيبه، فمش لكن اللعيبه ليها لمسات تبين ان اللعيبه دي عندها امكانيات. ولكن البدايه بس يعني الله يكون في عونهم، دايما لما تبتدي ببطوله بتديك دفعه معنويه مع جماهيرك، لما في اخفاق فهو محتاج منك انت كلاعب لسه صفقه جديده تبذل مجهود اكبر علشان تستعيد البطولات من تاني وتاخد مكانتك جوه الفريق. كابتن الكبير كابتن شادي محمد كابتن النادي الاهلي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه.